محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللعين. أفضل الذكر، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في حياة الإنسان اليومية ونشاطه الدؤوب المستمر بلا توقف في البحث عن أسباب الحياة والرفاه، ترى الإنسان يجهد نفسه على مطالب مختلفة، كان يبحث عن المال، كان يبحث عن الوجاهة، كان يبحث عن العلاقات الاجتماعية، يبحث عن هنالك مفردات واسعة في حياة الإنسان. لكن الإنسان في واقعه يهمل جانبا مهما وهو شخصيته، وهو إنسانيته. ويجهل نفسه بالذات، وأفضل سعي يسعاه الإنسان في الحقيقة هو تزكية النفس. تزكية النفس أفضل جهد يبذله الإنسان في حياته. وقال الله تعالى: قد أفلح من زكاها. إذن الفلاح بالمقياس الإلهي، النجاح بالمقياس الإلهي هو تزكية النفس. إحنا في الخطوات المتتابعة، إحنا جاي نمشي بسلسلة الحقيقة، للأسف السلسلة ما جاي تصير متواصلة، كان المفروض يصير عليها تركيز، نعطيها حتى لو 10 دقائق يومية، جاي ننتقل إحنا من موقع إلى آخر، جاي ننتقل من موضع إلى آخر في الطريق إلى تزكية النفس. أول مطلب في الطريق إلى الله، يعني إذا واحد يسلك سلوك عملي في الطريق إلى الله، أول مطلب يضع نفسه بالاختبار ويضع نفسه في الخطوة الأولى هي السيطرة على الطعام. أول نقطة، أول شيء يركز عليه الإنسان أن يسيطر على مقدار الطعام الذي يأكله، على نوع الطعام الذي يأكله. هذا السيطرة على الطعام هذه بها فرد، يعني أبواب متعددة، بس أول باب السيطرة على مقدار الطعام، أن يأكل بحيث لا يشبع. إذا فعل هذا وضع نفسه على الخطوة الأولى، الطريقة الأولى نحو تزكية النفس والاتجاه إلى الله تعالى. فأي واحد يفكر يقول شنو الطريقة العملية لتزكية النفس، الطريق العملي إذا بدأ بهذه الخطوة، الخطوات الأخرى راح تصير من الممكن تصير بمتناول إيده. إذا عجز عن هذه الخطوة، الخطوات الأخرى لتزكية النفس سوف تكون صعبة عليه. احنا قلنا القرين، هاي المشارطة اللي تحدثنا عنها بالمرات السابقة، وثم المراقبة. من أول واحد يعني قلنا حتى على الإخوان سألوني قالوا شلون الطريقة العملية، الطريقة العملية إحنا جاي نحكي على الطريقة العملية للوصول إلى تزكية النفس.
أول قضية قلنا قضية المشاركة. القضية الثانية أنه أول شيء يوقع العقد مع الله تعالى. شو يوقع العقد؟ وقلنا الطريقة العملية، أفضل طريقة لتوقيع العقد أنه عندما يجلس صباحا يأخذ على نفسه العهود أن لا يعصي الله تعالى. إذا أخذ هذه العهود بالشكل الصحيح فإنه ينتقل إلى الخطوة القادمة. قلنا هذه النفس شريك منه، شريك العقل، وأدوات النفس هي جوارح الإنسان: اللسان واليد والرجل والعين وما والفرج والبطن، وعلى هذا سبع جوارح. احنا وصلنا الى موضوع محاسبة النفس، وهذا مرحلة متقدمة. يعني اللي يقطع المراحل السابقة ويصل الى مرحلة محاسبة النفس، اذا استطاع ان يصل الى هذه المرحلة معناها الانسان هذا انتقل، يعني فعلا سلك الطريق الى الله تعالى. والله سبحانه وتعالى ما جعل المستحيلات على الانسان، يعني بجانب انه قد بشره بالجنة وبشره بالنعيم الابدي، وقد وصف له ان الجنة درجات وان كذا وكذا، بجانب ذلك علمه الطريق، أرشده إلى الطريق، وأرسل الأنبياء مبشرين ومنذرين. احنا وصلنا إلى موضوع محاسبة النفس. محاسبة النفس يعني عادة هذه الأمور تحتاج، يعني ليش احنا قلنا أهم شيء أن يزكي الإنسان نفسه، أن يركز على نفسه، لأنه اليوم بهذا العالم أنت ما تذكر، إيش ما تسأل، إيش ما أنت يكفيك منها من مما تحصل عليه قوتك، ما زاد عليه لغيرك هذا، أنت إيش ما تتحصل هذا مو لك، لك قوتك. بالنتيجة إذا قدرت أنت تصل إلى 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 درجة المحاسبة، معناها أنت خل أقول اللي يوصل لها درجة هذا موفق، هذا قد سلك الطريق. والله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، الله سبحانه وتعالى سيأخذ بيده إلى الطريق إلى 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 توثيق العلاقة مع الله تعالى. فأول شيء يفعله الإنسان أن يطالب نفسه بالفرائض. الحقيقة شوية يعني شوية تركيز، مو تركيز لفهمها، لا، تركيز حتى يستوعبها الإنسان ويمارسها، أن يخليها أمام عينه في كل صباح ومساء. أول شيء يطالب نفسه بالفرائض، فإن أداها بالشكل الصحيح شكر الله على ذلك، وطالب نفسه بالزيادة، وطالب نفسه بالمثل، ورغبها في مثلها. وإن فوتها من أصلها، إذا فوت الفرائض من أصلها، وهي مشكلة كبيرة، يعني أهم شيء الفرائض، طالب نفسه بالقضاء. إذا هاي نقطة مهمة كذلك، يعني إذا فات الإنسان بعض من الصوم أو الصلاة أو الفرائض الأخرى، طالب نفسه، حث نفسه على القضاء، لأن هذا أقل ما ممكن أن يفعل هذا. هذه محاسبة النفس، وأن يأتي بالقضاء، لا أن يترك القضاء. يعني اللي مطلوب صيام، المطلوب حج، المطلوب كذا، ما مطلوب من الفراغ يجب أن يؤديه، وبأسرع وقت وبتمامها وبتمام صيغة القضاء. وإن أداها، قلنا إذا أداها كاملة حدث نفسه بالزيادة، وإن فوتها طالب نفسه
بالقضاء، وإن أداها ناقصة كلفها بالجبران والنوافل. احنا جاي نحكي الآن على إجمال الفرائض، بعدين إذا الله هي الأمور كل سبت احنا نكمل هذا المشوار. وإن ارتكب معصية، هذا الدور ينتقل إلى مرحلة أخرى، لأنه يبدأ يصفي. هذه طريقة المحاسبة، أنه يجي الإنسان يفحص أعماله في كل يوم وليلة. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وعاتبوها قبل أن تعاتبوا. إن ارتكب معصية اشتغل بعتابها وتعذيبها ومعاقبتها، واستوفى منها ما يتدارك به ما فرط. يعني أنت شلون راح تسوي هاي العملية؟ تذكر نفسك لو عندك شريك، قلنا النفس ماذا؟ النفس شريك الإنسان. لو عندك شريك تاجر أو عندك شريك صاحب، وأنت كيف تحاسب شريكك؟ أنت راح تحاسب على الدولار وتحاسب على السنتات. أنت بتجي تطلع لقائمة تراوي حساب السنتات. فالأحرى بك أن تحاسب نفسك كما تحاسب شريكك. وهذا يعني هذا الطريق إلى ترسيخ مفهوم الحساب. وعليكم السلام. إلى كما أن الإنسان يفتش في حساب الدنيا عن الحبة والقيراط والقطمير، فيحفظ مداخل الزيادة والنقصان حتى لا يغبن بشيء، كذلك يحاسب نفسه حتى لا تغبنه نفسه. ثم أن الإنسان ينتقل إلى المرحلة فيفتش في أفعال نفسه ويضيق عليها وليتقي غائلها. الإنسان عليكم السلام. فيضيق على نفسه وليتقي غائلها وحيلتها، فإن النفس خداعة مكارة موهمة. ثم إن الإنسان يطالب نفسه بتصحيح الجواب عن جميع ما تكلم به، عن جميع أفعاله في ذلك اليوم. يعني الحساب يجب أن يكون يومي، وأن يتولى هو الحساب. كما أنت يعني الإنسان إذا عنده شريك في هذه الحياة الدنيا، شريك في التجارة، يحاسبه بنفسه ولا يترك لأحد غيره الحساب. أنت اليوم إذا عندك واحد شريك ما تقتنع إلا تحاسب نفسك. ومثلنا الدارج يقول لك عينك الحلال بدور، أنت كذلك مع نفسك عليك أن تحاسب نفسك حسابا مباشرا، أن تجلس مع نفسك، أن تختلي بنفسك وتحاسبها حسابا دقيقا. تسألها لأن ليس هناك أحد بصير على نفسه كما هو الإنسان، لأن الإنسان كما ورد في أحاديث على نفسه بصيرة. وإن ألقى معاذيره فيحاسبها على كل نظرة وقيام وقعود ونوم وأكل وشرب، حتى إذا سكت فيحاسبها عن سكوته. زيادة في التفصيل في حساب النفس، فإن أجابت النفس عن أسئلتها، يعني هذه طريقة محاكمة النفس تحتاج تجربة، تحتاج أن يمارسها الإنسان. فإن أجابت عن أسئلة الإنسان حصل له الفراغ في ذلك اليوم، وأدرك أنه أن النفس قد أدت حقوقها وعملت ما عليها،
ولم يكن عليها شيء باقي، وإن أدت الحق في البعض دون البعض كان قدر ما أدت الحق فيه محسوبا لها، ويبقى غيره باقيا عليها. وليكتب على صحيفة قلبه كما يكتب الباقي على شريكه على قلبه وعلى جريدته. ثم أن النفس غريم يمكن أن تستوفي منها الديون، أما بعضها فبالغرامة وبالضمان، وبعضها برد عينه، وبعضها بالعقوبة لها على ذلك، ولا يمكن شيء من ذلك إلا بعد تحقيق الحساب وتمييز الباقي من الحق الواجب عليه. هذا التفصيل في موضوع محاسبة النفس، والحقيقة هذا موضوع جدا مهم وحساس في حياة الإنسان. وقضية محاسبة النفس يعني بالنهاية النفس الخداعة، إذا واحد ما مجرب عملية محاسبة وما داخل في هذا المضمار سوف لن يدرك شيئا. والذين يحاسبون أنفسهم أولئك هم الذين الموفقون في هذه الحياة الدنيا. إذا تجاوز الإنسان مرحلة المحاسبة هنالك مرحلة رابعة، وهي مرحلة مهمة، وهي مرحلة معاتبة النفس. ونتيجة معاتبة النفس ماذا يكون؟ يعني ماذا يترتب على معاتبة النفس؟ يترتب عليه معاقبة النفس، أن يعاقب الإنسان نفسه. وهذا حقيقة هذا قد يوفق جزء قليل من الناس في هذا المجال. فالنفس يقتضي على الإنسان أن يعاتبها ويعاقبها ويجاهدها. بماذا؟ بتكليفها بالطاعات الشاقة وإلزامها الرياضات الشديدة. فإنه إذا حاسب نفسه فوجدها خائنة في الأعمال، مرتكبة للمعاصي، مقصرة في حقوق الله، متوانية بحكم الكسل والبطالة في شيء من الفضائل، فلا ينبغي أن يهملها. إذ لو أهملها هذه النفس، لو أهملها الإنسان سهل عليه مقاربة المعاصي. يعني بس يهمل الإنسان نفسه أصبح يألف المعاصي، أصبحت المعاصي شيئا يتناوله في كل يوم ولا يعبأ بذلك، بل إنه يعني كما أن النفس تحتاج إلى فطام، تحتاج إلى أن يوقفها الإنسان عند حدها. فينبغي للعاقل أولا أن يقول، أن يحدث نفسه. وهذه طريقة الحديث مع النفس هي قضية مهمة في حياة الإنسان. متى أدركها الإنسان؟ متى ما تغير، يعني انتقل من مرحلة إلى مرحلة أخرى، أصبح يرى الصيام لذة، في الصيام لذة، وفي قيام الليل لذة، وفي العمل وفي دفع الأموال لذة، وبالتصدق بما يحب لذة. تنتقل إلى، وصل إلى هذه المرحلة، أصبح مكان ما يطلع الصوم يشوفه عملية جوع وعملية امتناع عن الطعام، يشوف الصوم عمل آخر، ويشوف قيام الليل عمل آخر. فتتغير نظرة، بناء على هذا المقاربة تتغير نظرة الإنسان للعبادات، تتغير نظرة الإنسان في علاقته مع الله تعالى. فيقول له: يا نفس أهلكتيني، وعن قريب تعذبين في النار مع الشيطان والأشرار. فيا أيتها النفس الأمارة الخبيثة، أما تستحين وعن ذنوبك لا تنتهين؟ فما أعظم جهلك وحماقتك، أما تعرفين أنك بين يدي الجنة والنار، وأنك لا بد أن صائرة إلى أحدهما عن قريب،
فما لك تضحكين وتفرحين وباللهو والعصيان تشتغلين؟ أما علمتي أن الموت يأتي بغتة من غير إخبار، وهو أقرب إليك من كل قريب، فما لك لا تستعدين لهذا الموت أيتها النفس؟ أما تخافين من جبار السماوات والأرض ولا تستحين منه تعصين بحضرته؟ أيتها النفس، أنت تعصين بحضرة الله وأنت عالمة بأنه مطلع عليك. ويحك يا نفس، جرأتك على معصية الله إن كانت لاعتقادك أنه لا يراك، فما أعظم كفرك. وإن كان علمك باطلاعه عليك فما أشد وقاحتك وأقل حيائك، وما أعجب نفاقك وكثرة دعاويك الباطلة. فإنك تدعين الإيمان بلسانك وأثر النفاق ظاهر عليك، فتنبهي من رقدتك وخذي حذرك. لو أن يهوديا أخبرك أو أن طبيبا أو طفلا أخبرك بأن في ذلك البلد رزق أو مال لسعيت إليه جارية، فما بالك والله يخبرك والله ينبئك بأن هناك نار وهناك جنة وأنت تتجاهلين ذلك كله؟ وحري بالإنسان بالحقيقة عن هذا المراد أن يكرر ذلك وأن يعود عليه، لا أن يتوقف إلى حد معين. ثم أنه يلزم نفسه بأمثال هذه المواعظ وبما ورد عن في كتاب الله وحديث رسوله وحديث آل بيته من الوعظ الدقيق الذي يوعي الإنسان والذي يصح النفس والذي يثبت في نفس الإنسان في أعماقه حقيقة ما في عالم الآخرة. وبذلك إذا وصل الإنسان إلى مرحلة المحاسبة وإنه انتقل إلى مرحلة المعاتبة، فيبدأ بجبر ما فاته من الفرائض والأعمال التي ضيعها في حياته السابقة. ما أدري إذا هذا القدر كافي بعد. نكتفي بهذا القدر، ننتقل اليوم ثاني. راح بس نأشر عندنا إن شاء الله، بس يخلص هذا الموضوع عندنا طرق العلاج النفسي، كيف يعالج الإنسان نفسه. يعني إحنا بهاي الحياة الدنيا حياتنا مليئة بالتعدي على حقوق الآخرين، مليئة بالذنوب، مليئة بإجهال النفس والمشاكل التي يعني كثير من عندنا وأنا منهم يقضي ساعات طويلة في أعمال لا تعود عليه بشيء. قد يعني يستأنس بحديث الآخرين، قد يرتكب لا سمح الله الغيبة وغيرها من الذنوب، بالنتيجة أن هذا الرصيد الذي أعطاه الله إياه، هذا العمر الذي أعطاه هذا الكريدت اللي الله وضعه في خدمته حتى يعمل به صالحا، يسوده بالذنوب والخطايا. فإن شاء الله بالمرة القادمة نحكي عن الرياضات النفسية، كيف يروض الإنسان نفسه حتى بالنتيجة بإذن الله تعالى يكسب رضوان الله تعالى. وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.